للتسجيل على منحة الحكومة الإيرلندية الممولة بالكامل للعام 2025، نقوم بفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة. ومن الصفحة الرئيسية يمكننا التعرف على المعلومات الأساسية، ومن هنا يمكننا معرفة أهم الجامعات المتاح التقديم عليها. ومن أجل التقديم على المنحة ننقر على أيقونة التقديم من هنا، ومن ثم نعبئ البيانات المطلوبة من أجل إنشاء الحساب الخاص بنا، ونؤكد التسجيل عبر الإيميل. وبعدها نعود إلى الصفحة الأولى ونقوم بعملية الدخول ببريدنا الإلكتروني. ومن هنا سنلاحظ أن المنحة تقدم عدداً من الأسئلة يجب الإجابة عنها. ومن الخطوة ذاتها نضيف اسم المشرف العلمي الذي تم التواصل معه سابقاً. بعدها ننتقل إلى خطوة التقديم على المنحة. في الخطوة الأولى يتم فيها اختيار نوع المنحة والجامعة المراد الالتحاق بها. الخطوة الثانية خاصة بإكمال معلومات المشرف العلمي. في الخطوة الثالثة تتم إضافة بيانات آخر مؤهل أكاديمي لنا. أما الخطوة الرابعة فهي خاصة بالخطاب التحفيزي الخاص بنا. الخطوة الخامسة تتم من خلالها كتابة خطة تدريبية وكيف يمكن أن تساهم المنحة في التطوير المهني للمتقدم. أما الخطوة السادسة فهي خاصة بمقترح البحث المقدم من قبل الطالب. في الخطوة السابعة والأخيرة تتم الموافقة على شروط المنحة. وبعد التأكد من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة نقوم بإنهاء التقديم. حظاً موفقاً لجميع المتقدمين.